شو نوع النكد؟ هات لشوف. لا بلا ما نفوت ديتيلز. أصعب نكد قاطع عليك. أنا بحب الديتيلز، معروفة بالديتيلز. أصعب نكد؟ إيه. ما تطلع كون بعدني طالع الساعة 12 مثلا طلعت. بابا ما بتبكي أنت. أنت ما بتبكي بابا. أنت بستر هيك. إيه الساعة 12 طالع مثلا 12 ونص، وين صرت؟ يه شو بكي شيء؟ بعدني طالع، بعد ما وصلت على المحل. منبلش. أنت كل يوم عم تسهر، أنت هيدا النكد، فأنا ما بتكون دافع؟ لا ما بكون دافع، هيدا بس يصير هي ما بكون دافع. ما بكون دافع، أوكي. إيه. وليش أنت ما بتدفع مسبقا يعني؟ وبتريح رأسك؟ أنت بدي أقول لك شغلة، إذا أنا اليوم كل يوم بعطيكي شوكولا كل يوم، حتتعودي على الشوكولا. بصير بدك أكثر. مش بصير بطل يعني لك الشوكولا، حتى لو أنت ما بصيروا سنينك مصوصين. ايه صح. الشوكولا بصيروا سنينك مصوصين. ايه. فنهار هيك نهار هيك حلوة، بصير في سسبنس، عرفتي؟ طب هلا بتقول لك وين صرت وبتقول لها بعدني وبعدين؟ انه هي هينه. خلص بعدين بدي اجي انا بجي، تخلص سهرتي بجي. بس انا عشية بتنطريه ولا بتنامي؟ لا عشية بدي اسرب وجيب معي اكل. هي يعني اه كمان في اكل بالليل. صح. ايه بده يجي حامل. شو بتاكلي بالليل؟ شو ما بده فيه يجيب لك يعني نحن نتقبل كل شيء فيه يجيب اللي بده اياه، عليه هو يحمل ويشيل. اوكي. طب هلا يمكن الناس تقول يعني كيف يعني واحد مرته بالبيت بده يدفع قبل ما يظهر، بس بدي اعرف الرقم، قد ايه الرقم يلي بيرضيكي انه يتراوح ما بين؟ حسب قياس الظهره وقد ايه مطول. يعني كل ما بيطول كل ما بتعب. ومين بيحددون؟ مين بيحددون؟ انت بتحددين. اكيد انا. انا بلا انت كمان فقعتي لهم قلبهم بالبيت، والبدك اياه بدك تلبسيه والبدك اياه بدك تعمليه. ايه. حلو. لا 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 انت نقيتي لتيبا ولا انا بلا نقتهم؟ هي انت نقيتي لتيبا. من باي انا بلا. اوكي. طب هلا انتم حطيتوا انا بلا معكم بالسوشيال ميديا، وانس اقتنعتي انه هو يكون وصرت شايفه انه هيدا بزنس حلو وما عم بيعمل شيء غلط واللي عم بيعملوا دعايات او تسويق لشغله، بس انا بلا شو دخلها بالموضوع؟ يعني بتعمل كثير فيديوهات داخله فيهم ستيفاني وانا بلا وهي بعدها صغيره، يعني في ناس كثير بتقول انه هيدا العالم الافتراضي ممكن يضيعها. ما بهمني راي الناس صراحه. انت شو بتشوف؟ انا اكيد بشوف غير شيء. انا بنتي الحمد لله سوبر شاطره بمدرستها، عم باسس لها من هي وصغيره، عملت لها اسمها، يعني هذا الشيء كمان بيفيدها لبعدين. يعني انا يمكن اعتبري مثلا انا ماني قادر ورطها، اوكي انا ورطتها شيء انه عم تعمل اسم، عم عملت براند لها، والبراند الحمد لله ماشي شوي شوي لقدام، حتوصل تلاقي حالها. وحتى مع هيدا بكره بس توصل لعمر معين بدها تبلش شغل مثل ما انا عم اشتغلت بحياتي لوصلت. ايه بس انت فرضت عليها هي بعدها صغيره. لا ما فرضت عليها، بلكي هي ما بدها بتقلنا ما بدنا نصور ما مصور هلا، بس خلص انت عملت لها براند عمرها 5 سنين طبيعي بنتي، وهلا نهار بدها تصور نهار ما بدها تصور اوكي، بس انت اوريدي هي عمرها 5 سنين ما بتعرف تاخذ قراراتها. اذا انت بايام البنوك تحت 18 بخلوك تسوق بخلوك تفتح حساب. برجع بقول لك ما بيهمني شي حدا عالم. انا ما عندك راي بهذا الموضوع؟ يعني رفقاتها بالمدرسه ممكن يتنمروا، ممكن يعني عم بتعرضوها بمطرح ابدا. عمرها كثير صغير لتستوعب هيدا الشيء.